اليوم احنا متواجدين في محطة المترو بتاع صيادة. كنا لاحظنا لكونه الأكسي اللي جاي من بحر شباط ياسين ويهز للمحطة سيد ياسر الأكسي الكبار والعزيز. دونك حبينا اليوم ناخذوا الجر بتاع تروتوارات ونعملوا به دروش معناها تحسن في الاكسيسيبيليتي نتاع المحطة نتاع صيادة. وذاك معناها هي بداية نتاع تحسين المحطة، معناها ان شاء الله من بعد شنعمل ديزرباش ومش نحيو الحشيش من المحطة وبالك شي باش ندرناها وهكاك باش المصطفين من بعد وقت باش يمشي البحر ويمشي معناها يسافروا على القطار يلقاو فضاء احسن الفضاء اللي هو موجود دوا. هذا يسحق شويه دعم منكم ان شاء الله بروشين مون نعلمكم وقتاش باش نعملوا الاكسيون تاع ديزرباج والدهنان نتاع المحطه. بارك الله فيكم.